السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله رحينا نحضر مع بعض حلوة الثومة. رحين نحضروها بطريقة تزيينها حتكون مختلفة تماما على اللي متعودين عليها، وأيضا رحين نشوفوا تقنية جديدة للتزيين وتقنية جديدة للطريقة اللي رحين نقسموا بها الحبة تاع الثوم باه نتحصل على الفصوص. الشكل تاعهم رح يكون واضح وايضا راح يكون جد مميز. نتمنى فقط الوصفه تاع اليوم راح تنال اعجابكم. اما فيما يخص المقادير، راح نحضر في الاول عجينه اللوز، واحنا كنا سبقنا وحضرنا عجينه اللوز في فيديوهات سابقه، راح نخليكم ان شاء الله الروابط في صندوق الوصف. لكن اليوم راح نحضروها بالطريقه الكلاسيكيه. راح نحتاج 200 غرام من اللوز مع 200 غرام من السكر الناعم. كما تقدروا تخدموا بمقدار من اللوز مع مقدار من السكر الناعم. نحتاج حوالي 5 غرامات من الفانيلا، 5 غرامات من الزبدة، وراح نحتاج 1 بياض بيض أو 2. نجوزوا الآن نشوفوا طريقة التحضير. راح نبدأ على بركة الله في طريقة التحضير. في الأول راح نحط الكمية تاع اللوز، وراح نضيف عليها أيضا الكمية تاع السكر الناعم، ونضيف عليهم أيضا الكمية تاع الفانيلا، ونخلط كل هذه المكونات مع بعض، وراح نعاود نطحن كمية تاع اللوز مع السكر. يعني لازم تقوموا بهذه الخطوه قد ما كان اللوز تاعكم رقيق، يعني العجينه اللي راح تحصلوا عليها راح تكون رطبه بزاف وراح تساعدكم في التشكيل. وراح نعاود نغربلهم مع بعض، لازم تعاودوا تغربلوهم. وراح نبدا الان نطب في العجين تاعنا. في الاول ندير القطعه تاع الزبده، وراح نضيف كميه من بياض البيض، وراح نبدا نطب في العجينه تاعنا. يعني ما تكثروش بياض البيض، ديروا بكميه قليله فقط، لانه الكميه تاع اللوز اللي عندنا ماهيش بزاف. واللي ما يحبش يطم العجينه ببياض البيض، يعني تقدروا تستعملوا الشربات، يعني تحكموا نص كاس تاع السكر، تستعملوا معه كاس تاع الماء وتحطوه فوق النار يطيب، يعني حوالي 5 دقائق من بعد تطموا العجينه تاعكم. لكن بياض البيض راح يخلي العجينه تاعنا متماسكه وراح يخليها تتعلق. يعني اليوم ما حبيتش نستعمل الجلوكوز، لانه كاين ناس بزاف ما يكونش متوفر عندهم، لذلك ما استعملتوش. وراح نبدا نضيف في الكميه الثانيه تاع بياض البيض. يعني لاحظوا الطريقه اللي راني نعجن فيها، باش نتاكد انه الكميه تاع البيض اللي استعملتها دخلتها مليح مع اللوز والسكر. لاحظوا الكميه اللي بقات لي من بياض البيض الثاني، يعني استعملت حوالي 1 بياض بيض ونصف. لاحظوا القوام تاع العجين اللي لازم تحصلوا عليه، يعني العجينه تاعكم تكون متماسكه ما تكونش طريه بزاف. الان راح نغلفها وراح نخليها جانبا. بالنسبه للحشو راح نحتاج كوب من البسكوي اللي يكون مطحون، يعني اي بسكوي انتم تفضلوه، ما راحش نخدمها يعني بالجينواز لانه عندي كميه قليله، وانا في الاصل نفضل الحشو يعني اللي نخدمه بالبسكوي، يعني يكون عملي وايضا راح يبقى لكم مده طويله ما تخافوش يعني يفسد. وراح نضيف ايضا كوب من اللوز اللي يكون محمص ومطحون. بالنسبه لهذا اللوز استعملت نصف الكميه بالقشور ونصف الكميه بدون قشور، وتخلوه شويه خشين، يعني ما تطحنوهش رقيق بزاف. انتم اذا حبيتوا الوصفه تكون اقتصاديه وتحضروها بالكاوكاو، يعني كنا سبقنا وحضرنا طريقه اخرى بالكاوكاو لما عملنا فاكهه الخوخ، راح نخليكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. راح ندير الكميه تاع اللوز ونخلط هذه المكونات مع بعض هكذا، وراح نبدا نطم فيها بالشوكولاته الطري. نفضل يعني نخدم بالايدي، يعني باش نتحكم في القوام، يعني ما ديروهاش طريه بزاف وايضا ما تخلوهاش يابسه. هنا راني قسمت العجين تاعنا، راني عملت فيها 50 غرام في الحبه، وبالنسبه للحشو عملت فيه 30 غرام، يعني المجموع راح يكون 80 غرام. انتم تقدروا الحبه تعملوا فيها ما بين 70 و 80 غرام، يعني تقدروا تنقصوا 5 غرامات في الحشو وزيدوا ايضا تنقصوا 5 غرامات في العجينه، لكن انا نفضل 80 غرام باش الشكل تاعها يكون واضح. راح نبدا بسم الله في طريقه التشكيل. في الاول راح نحط ورق الطهي ونحط عجينه اللوز، نعاود نغطيها وراح نضغط عليها من الاعلى شويه فقط هكذا، يعني بهذا الشكل حتساعدني بزاف كي نكون نفتح في العجينه. لاحظوا الشكل تاعها كيفاش يكون. نحكموا الحشو نحطوه في الوسط ونرفع فقط الجوانب هكذا، يعني بهذه الطريقه راح يسهل عليكم العمليه. بالنسبه للحشو لازم الحشو تاعكم يعني تحطوه في المجمد باش يساعدكم في العمل هكذا، يعني راح نطموها بكل سهوله. نعاود نقوموا فقط بهذه الحركه، يعني باش تلصق العجينه مع الحشو، وندوروه.
هكذا حتى نتحصلوا على الشكل اللي يكون كروي. لاحظوا الشكل تاعها كيفاه لازم يكون. نزيد وحده ثانيه، دائما نحطوا العجينه تاعنا في الوسط، نغطيها ونعاود نضغط عليها في الاعلى. نحكم الان الحشو، والحشو تاعكم لازم تكونوا عملتوه في المجمد يعني باه يلصق بكل سهوله، ونعاود فقط نطم عليه العجينه. نعاود نقوم بهذه الحركه يعني باه تلصق العجينه مع الحشو، ونعاودو نكوروها. الان احنا نحتاج كميه من الملمع الغذائي، يعني اخترت هذا اللون الوردي. كما تقدروا يعني اللي يحب يلون العجينه مباشره تلونوا العجينه تحكم مباشره. راح نحكم الان اول وحده، لاحظوا معنا نعاود نعطيها شويه تاع الطول فقط، ماشي بزاف، شويه فقط هكذا. لاحظوا الشكل تاعها كيف يكون هكذا، وراح نوقفها وراح نبدا نطلي فيها كامل بالملمع الغذائي. ماشي لازم تكون طبقه خشينه بزاف، يعني غير شوي شويه فقط، هذا القدر هكذا راه كافي. راح نزيد وحده ثانيه بنفس الطريقه، راح نحطها بهذا الشكل، نعاود نعطي لها شويه تاع الطول فقط هكذا. هذا القدر هكذا راه كافي هكذا. ندهنها كامل بالملمع الغذائي. راح نحتاج ايضا لهذه الحطبه اللي راكم تلاحظوا فيها، يعني تروحوا عند اي نجار يخدمها لكم، يعني هذه راح تعطيكم الشقوق اللي في الثوم احسن من انكم تخدموا بالسكين. نحطوا الحبه تاع الثوم تاعنا هكذا بهذا الشكل. في الاول نعينوا المركز، يعني هذا هو الوسط تاع الحبه، وراح نبدا من الاسفل، لاحظوا يعني من الجهه السفليه كامل، ونعمل خط هكذا. كي نلحق المنتصف نتوقف، ندوروها بهذا الشكل، ونزيد ايضا في الناحيه المقابله. لاحظوا نعاود الان ندورها، ونزيد نقسمها على ربعه بنفس الطريقه. هكذا نزيد الان كل جزء راح نقسمه على اثنين. يعني كما راكم تلاحظوا يعني بهذه اللوحه الشكل تاعها راح يكون احسن من انكم تخدموها بالسكين. ما شاء الله، يعني شوفوا الشكل تاعها كيف يبدا يتكون، ودائما الخطوط تاعكم يبداوهم من الاسفل، يعني باه كي نحطوا الحبه يبقاو هذو الشقوق يكونوا ظاهرين هكذا بهذا الشكل. الان واش راح نعمل؟ راح نضغط عليها شويه في الاله هكذا. لاحظوا الشكل الاولي اللي رايحين نحصلوا عليه. نزيد وحده ثانيه دائما بنفس الطريقه، في الاول راح نعين المركز ونخدم من الاسفل للاعلى. لكن لاحظوا كي نوصلوا الوسط نحبسوا، ما نكملوش كامل، يعني باه الحبه نتاعنا تبقى محافظه على الشكل. نزيد الان نقسمها على اربعه، من بعد كل جزء راح نقسمه على اثنين. هكذا. انتم اللي حب يوصل لهذه المرحله يتوقف، يعني تزيدوا غير ورده من الفوق راح يكون كافي. واذا حبيتوا طريقه تاع التزيين تكون مختلفه، راح نشوفوا مع بعض الطريقه اللي راح نزين بها الثوم. هنا راني حكمت كميه من عجينه اللوز، وراني عملت لها القليل من الملون الاخضر، يعني ما تستعملوش عجينه السكر، استعملوا فقط عجينه اللوز. وعندي ايضا للازهار القليل من عجينه اللوز ايضا، ولونتها بالقليل من الملون الاصفر. في الاول راح ناخذ كميه من عجينه اللوز باللون الاخضر هكذا، يعني حاولوا الاوراق تاعكم هذوك كامل عندهم نفس الحجم. والطريقه اللي حين نخدموا بها الاوراق يعني طريقه جد سهله، نحطوا فقط العجينه الخضراء في يدنا ونقوموا بهذه الحركه. لاحظوا الشكل اللي حين تحصلوا عليه، من بعد نعاودوا نغطوهم فقط بورق الطهي ونضغطوا عليهم هكذا. لاحظوا الشكل تاعهم كيفاش يكون، نعاود فقط نزينهم شويه فقط على الاطراف. نعاود الان نحكم اول ورقه، يعني لاحظوا راح نحطها في الاسفل بهذا الشكل،
من بعد نعود نحكمه اللوحة نتاعنا ونقوم بهذه الحركة في الوسط. لاحظوا هكذا ونزيد نجبدهم شوية فقط بهذا الشكل. نزيد أيضا الورقة الثانية، يعني نخلي مسافة ونحط الورقة الثانية هكذا، ونعاود بنفس الطريقة، يعني نعمل خط في الوسط هكذا، نردهم شوية فقط. وهذه أيضا آخر وحدة. علاش قلت لكم تخدموهم بعجينة اللوز أحسن؟ يعني باه كي تكونوا تاكلوا فيهم تتناولوهم كامل على جهة، ماشي نرمي الأوراق. وبنفس الطريقة أيضا راح نحضر الثانية هكذا، نزيد أيضا الورقة الثالثة هكذا. من بعد فقط بالحطبة تاعنا ونعاود ندخل شوية فقط الأوراق هكذا. بقات آخر مرحلة، حنا نزيدو نعملو لهم أيضا الأزهار. بالنسبة للأزهار تاع الثوم كما تعرفوا كامل، يعني الثوم كيدير الأزهار تاعو ما يديرش وردة وحدة، يعني باه يعمل بذور، يعني يدير بوكي باقة كاملة من الأزهار. لذلك راح ندي كمية من اللون الأصفر، راح نعطي لها هذا الشكل الكروي في الأول، من بعد مباشرة نديرو القليل من بياض البيض لهنا في الوسط، وراح نحكم العجينة اللي باللون الأصفر راح نديرها في الملمع الغذائي اللي يكون باللون الذهبي. من بعد نحكموا صفايات القهوة وراحين نحطوها لداخل ونضغط هكذا. شوفوا ما شاء الله كيف يبدأوا يتشكلوا عندكم الزهور هكذا. نعاود فقط نطموا هذه الزهور للوسط هكذا. من بعد نحكم لقاط ولا اي عفسه تكون عندكم ونرفعهم من الاسفل بهذا الشكل هكذا، ونحطوهم مباشره في الوسط هكا، ونضغط قليلا فقط في الوسط، يعني ندو كميه من العجين اللي باللون الاصفر ونحطوها مباشره في الملمع الغذائي هكذا، يعني خلوه يرفع كمية لا بأس بها من الملمع. نحطوها مباشرة في الصفاية، لاحظوا معنا، ونبدأ نضغط هكذا. معليش هكذا، نعودوا فقط نطمهم للوسط هكذا، ونحكموا مباشرة اللقاط نتاعنا ونرفعوهم للأسفل، نحطوه مباشرة على الحبة تاع الثوم. راح نكمل نحضر كامل الكمية اللي عندي بهذه الطريقة إن شاء الله ونرجع لكم. هنا رانا كملنا حضرنا الوصفة تاع نهار اليوم، شوفوا ما شاء الله النتيجة النهائية اللي حين تتحصلوا عليها. يعني كما لاحظتوا استعملنا تقنية جد بسيطة، ضفناهم لحلوة الثومة، تحصلنا على شكل مختلف تماما عن الشكل القديم، يعني الشكل جد مميز وشكل أنيق. وبالنسبة للتقنية اللي استعملناها كي قسمنا الحبة تاع الثوم، لاحظوا يعني الفصوص تاع الثوم تاعكم كيف يكونوا كامل مفتوحين، يعني ما تلقاوهمش لاصقين مع بعضهم. وبالنسبة للحبة اللي راهي في الوسط، هذه استعملت فيها 70 غرام، يعني 40 غرام من العجينة و30 غرام من الحشو، أما الباقي فيه كامل 80 غرام، يعني اللي حاب يخدم 70 غرام، يعني النتيجة تاعها أيضا راح تكون ما شاء الله. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون نالت إعجابكم، ونتمنى أيضا أنكم تجربوها، وإلى الملتقى في وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.